العربية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قانون بيقول لحضرتك حكم الشعب للشعب وصالح الشعب يا فندم. احنا بقالنا سنة بنقول إقالة الدكتور طارق شوقي، المنظومة بتاعته ولا نفع في ابتدائي ولا نفع في ثانوي ولا نفع في إعدادي. السيد الرئيس محدش حاسس بأولياء الأمور. حضرتك احنا كل بيت في مصر بيعاند. الله يكون في عون حضرتك بسبب سد النهضة والدنيا اللي حضرتك فيها. بس مش معنى ذلك تسيب الدنيا وتخرب. البلد بتخرب ومظاهرات حاصلة يا ريس، وهم اللي معاهم حق. حقهم وعايزينه. هم اللي مش هيعملوا زي تلت إعدادي اللي خابوا أبو 180 أبو 190 حضرتك راح زراعة. وهم اللي كانوا بيكدوا وبيكافحوا وبيسرقوا. واللي مقفل درجات حضرتك ده غش، باين ان هو غاشش عيني عينه، لان المنهج ما خلصش في المدرسه ولا خلص في السنه دي. حضرتك احنا بنتكلم عن طبقه خارج منها السيد جمال عبد الناصر، وخارج منها السيد السادات، وخارج منها السيد الرئيس حسني مبارك. مش هنتكلم عن السيد اللي خرب مصر اللي مات في السجن. مالناش دعوه بيه ولا عايزين نذكر اسمه ولا كانه موجود معانا في الحياه. واللي احنا شفناه من اخوان حضرتك نزلت وقلت عايز سيدات مصر تقف معايا، عايزين نعمل الدستور. الدستور بيقول حكم الشعب للشعب ولصالح الشعب. المادة دي حضرتك حافظينها من التاريخ من ايام الثمانينيات. حضرتك دلوقتي شايف ايه اللي حاصل في منظومة التعليم؟ اولى فاشلة، تانية فاشلة، تالتة فاشلة، رابعة فاشلة. دوت من ساعة الاستاذ الوزير طارق شوقي مسك. نيجي للإعدادية، الترم الأولاني ما اتضافش للترم التاني، رغم إن في كورونا. حضرتك طبعًا أول واحد عارف باللي حاصل في مصر إيه. حضرتك مش محتاج حد يقول لك، الله يكون في عونك، بس لازم تحس بينا. إحنا عندنا السنة والعام دلوقتي أنا ما عنديش حد في سنة معاه. بحمد ربنا أنا ما عنديش حد في السنة معاه. بس حرام لما يكون عيل طالع للحياة، وبنت طالعة للحياة، بنت تسمي نفسها وبنت ترمي نفسها وولد يشنق نفسه يا ريس. هي السنة والعام بقت بعبع يا ريس جمهورية مصر العربية. ده احنا البلد الوحيدة اللي كل بلاد العرب بيجوا ياخدوا منها المهندسين والمدرسين يا ريس. حضرتك سيد السيد جمال عبد الناصر والسيد السادات ومنهم كان حسني مبارك، كل دول يا ريس من الطبقة الهادية والطبقة اللي ماشية بتكافح والضباط الأحرار اللي هو ساعد الملك فاروق ومشوه وقالوا حكم الشعب للشعب وأممه. حضرتك قول لي دلوقتي المنظومة الجديدة اللي مطلعة عيال فشلة من أول ابتدائي الرابعة ابتدائي. حضرتك أنت لو مسكتي، بس أنا مش عايزة العيال يروحوا يدرس، أنا بذاكر لهم في البيت. تعالى اسألني في المنهج القديم تخريج سنة 90، أجاوب عليك بيزنس ومحاسبة وعربي ورياضة وعلوم. تعالى حضرتك بنتي في ثالثه اعدادي بذاكر لها بنفسي وبستعين بدروس وبستعين بالكتب الخارجيه، بنتي بتذاكر وكل الطلبه على الوضع ده اونلاين يا ريس. الاونلاين احنا مالناش دعوه بالاونلاين، احنا مالنا بالاونلاين والتابلت واللي حاصل في البلد ده يا ريس. ما احنا كنا نذاكر زي ما كنا بنذاكر زمان يا ريس. ولا احنا دلوقتي بنذاكر اللغه العربيه بتاعتنا نستعين بكتاب خارجي، كل حاجه بقينا نستعين بالكتاب الخارجي يا ريس. احنا كده مش العيال مش هتنفع، أولادنا مش نافعة، مش هيبقى فيه دكاترة صح، مش هيبقى فيه محاسبين صح، مش هيبقى فيه مدرسين صح. حضرتك المدرس دلوقتي بقى ممكن العيال بتوع ثانوي بلطجية يضربوه عشان يعرفوا يمتحنوا، عشان أصلا بمعناها يعرفوا يخشوا. حضرتك شايف البلد في إيه دلوقتي يا ريس؟ حضرتك شايف البلد فيها إيه ثانوي عام بأولاد أمورهم بأمهم وأبوهم وعندهم استعداد يقعدوا يوم واثنين وشهر عشان عايزين حقهم من طريق شرعي. اقسم بالله لو يطلوه ويعرفوا طريق بيته فين يا ريس، قسما بالله لا هيجاوبوه يجيبوه في اقرب عمود نور هيوقفوه. يا ريس لو سمحت ما تقبلش من المهزله اللي حاصله في البلد. الطلاب بتموت نفسها يا ريس. يا ريس سيد السادات اللي شايف حضرتك تاريخه عامل ازاي وجمال عبد الناصر من ضباط الاحرار من الطبقه اللي الحمد لله متوسطه، حضرتك ذات نفسك يا ريس من الجماليه. حضرتك من الجماليه يا ريس، يعني حاسس بالشعب اللي احنا فيه، حاسس بالمستوى. احنا اتغاضينا العيشه نحمد ربنا عليها، نحمد ربنا. نور غالي نحمد ربنا.
ميه مش تقيلها نحمد ربنا، بنقول العريس اربع حيطان بيدارونا بنحمد ربنا، بس بنقول برضو حكم الشعب للشعب ولصالح الشعب يا ريس. الشعب ده سقط السيد الرئيس حسني مبارك، مش قادر يسقط الوزير طارق شوقي. حضرتك هو مسنود من مين؟ مين اللي هو مسنود منه يا ريس؟ عشان اربع سنين بنقول ده مش نافع. حضرتك لو دخلت على الفيس بيقولوا لك ده مش نافع، على اليوتيوب ده مش نافع، مش نافع بجميع انواعه يا ريس. طب الناس الغلابه اللي زينا اللي مش قادره تودي دروس ومش قادره تدفع ومش قادره تعمل عشان احنا مش زي الاغنياء. يا ريس انت بص كده للسيد السادات، كان بيكافح ويكد في سوق الخضار عشان يعرف يجيب الجنيه، كان بيشيل قفص القطة على كتفه وشوال البطاطس على كتفه. شوف حضرتك عمل ايه؟ اتفاقيه كام ديفي؟ عمل ايه في اسرائيل؟ راح اسرائيل بنفسه، بنفسه راح اسرائيل وما خافش. خط بريف مين يا ريس؟ تفكير مين؟ مصريين يا ريس. احنا اطفالنا بتضيع، شبابنا بتضيع، عيالنا زهره عمرنا بتضيع يا ريس. الثانويه العامه خلاص كله بيلطم يا ريس، كل اولياء الامور خراب يا ريس. بص علينا، احنا عايزين المنهج القديم اللي كنا بنذاكر عيالنا كانوا متفوقين، اللي منهم الاطباء دلوقتي في قصر العيني ناس محترمه، الدمرداش ناس محترمه، المهندسين ناس محترمه. تعالى شوف كده، ده انت حضرتك هتاخد فشله، فشله فشله يا ريس. حضرتك هتاخد طلع ابنها فشله. دلوقتي كل العرب كانوا بييجوا ياخدوا من مصر المدرسين عشان عيالهم، الاعراب، المهندسين، الاطباء. حضرتك احنا مش هنقول زويل، حضرتك عارف كل الكلام دوت، عارف نجيب محفوظ، عارف طه حسين، كل دوت من الطبقه الفقيره. طه حسين اللي كنا بنتفرج على مسلسلاته، اللي كان كبيره لقمه بالمشي يا ريس، اللي احنا بقينا منها دلوقتي بنحمد ربنا. يا ريس اقاله طارق شوقي، يا ريس ده مش حاسس بالطلبه بتوعه، مش عارف يعني ايه اطفال بتتعلم على الاونلاين وبعد شهرين ثلاثه مش فاكره المنهج. احنا مش عايزين كده، ولا هي حضرتك بقت منظومه الاغنياء للتعليم وفقط لا غير؟ طب حضرتك هنقول مفيش تعليم هيبقى للاغنياء، حضرتك هتاخد ايه من الناس الغلابه؟ هتاخد عيال متشرده، عيال مش متعلمه؟ احنا دلوقتي اصبح يا ريس ان احنا عندنا صنايع فيها سباكه وفيها كهرباء وفيها كل حاجه. احنا كده دلوقتي خلينا المدرسه بقت حرفه عشان العيل الطالب يدخل فيها. لما الطالب يدخل من 220 وهو مش قادر يجيب ال 220 في ظل كورونا والبلاوي الزياديه، تقدر تقول لي يا ريس الدنيا هتبقى ماشيه ازاي مع الاولاد؟ الاولادات اللي هيطلع منهم حرامي ومتشرد ونصاب وكل ده هيعم باسم البلد. يا ريس دلوقتي